ثم المؤمن يا إخوة الذي يعمر حياته بتقوى الله والعمل الصالح يكون سعيدا عندما يحين الأجل الذي لا بد منه، فيحين الموت فتحضره الملائكة فتناديه: أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبة. وهي في النزل تنادى بهذا، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فإذا خرجت أخذها ملك الموت فكفنها بكفن من الجنة وحنطها بحنوط من الجنة، ويعرج بها إلى السماء على أطيب ريح، وما من ملأ من الملائكة إلا يسألون الله أن يعرج بها من جهتهم من طيبها، فيستفتح لها في السماء الدنيا فيقال: ما هذه الريح الطيبة؟ فيقال: فلان ابن فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، ويفتح لها حتى تبلغ السماء السابعة، ثم يقضي الله برجوعها إلى الدنيا.